بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. وفي النهاية ربما تكمن المشكلة في ضبط المصطلحات. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم ولقاء الخميس من ملك وكتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 540 في تاريخ البرنامج. يرغب فيها المهندس عدلي في ضبط المصطلحات والمفاهيم. خير؟ الحقيقة الدنيا هايصة، مشاكل كتيرة جدا الناس بتناقشها، ربما على حاجات غير مصارة، وربما على حاجات كل واحد بيفسرها بمزاجه. يعني تسمع ابن النادي مشكلة جديدة نبتدي نتكلم فيها، وكل واحد حاطط المعايير بقى بتاعت ابن النادي ومين الصح ومين الغلط، وابن النادي ده حدوده ايه وحدوده بتاعه ايه. حرية الرأي، النادي والجماهير، النادي ملك جمهوره، النادي لا يدار من خارج أسواره، الكثير من صفقة الصفقات، صفقة الصفقة السوبر، مهاجم السوبر اللي تحاول بعد شوية انه مش كفاية يبقى سوبر، صفقة القرن. ايوه. وبعدين المزاد مفتوح، اللي يتحول الى صفعه، هو صفقه ولا صفعه؟ خطف مش عارف ايه، حولنا الكثير من الامور اللي هي منطقيه وبديهيه ما حدش بيتناقش فيها بره خالص، ولا تشغل حد، الا انها تبقى محور الاهتمام ومصدر رزق برضه جنب الكذب. كل ما تكون عندك الكذب مصدر رزق، لما احنا اتفقنا ان الكذب مصدر رزق دلوقتي هايل هايل طبعا. فضبط المصطلحات مهم، واحنا ماشيين كده كل ما يخطر بالنا على حاجه نتفق الاول احنا بنناقش ايه عشان نقدر. هي قضيه ابن النادي دي قضيه مهمه جدا، احد القضايا طبعا، لأن اللي انفجرت دلوقتي، بقدره قادر، نسبه بتزايد على بعضها فيه، عايز تناقشها امتى؟ وقت ما تحب.